برأيك هل تستطيع المعارضة بلورة موقف موحد بعد هذه الهزيمة في الانتخابات؟ من السابق لأمانة أن نتكلم عن بلورة موقف موحد، لأنه ما نزال الآن هذه المعارضة تعيش إرهاصات الاستقالات والتفككات وما يسمى بدفع قطع الفواتير، الهزيمة النكراء، الهزيمة المزدوجة، دعنا نسميها هزيمتين متتاليتين في 15 يوما، الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، وهذه الهزيمتين يعني تلقي بذرالها بقوة، وما تزال هنالك محاسبات والمرجل يغلي كما يقولون في أحزاب المعارضة، خصوصا حزب الشعب الجمهوري، الحزب الجيد. الاستقالات مستمرة اليوم وأمس وقبلها، ما تزال هنالك الكثير من ردود الأفعال لمحاسبة الذين كانوا سبب هذه الهزيمة الكبيرة، وبالتالي الاستقالات هي ردة فعل طبيعية عند هؤلاء. ولكن نعم، ربما نشهد تحالفات جديدة في الانتخابات القادمة، لأنهم يرون قوتهم في هذه التحالفات وإن كانت مؤقتة، ولكن الشعب والأمة التركية تعلم تماما من الذي يخدمها ومن الذي الآن يحاول فقط أن يستثمر الأحداث لصالحه. لذلك لا قيمة لهذه التحالفات ولا قيمة لهذه التغييرات.